أهلا بكم مشاهدينا إلى أبرز الأخبار في دقيقة. بيتروسي على تمديد مهمة المحققين حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. القوات العراقية تقتحم مدينة راوة آخر معاقل داعش في العراق. وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي: الإجماع العربي هو الحل لمواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة. مصر تؤكد قتل قيادي إرهابي شارك في هجوم الواحات. والنساء في باكستان قتل بالمئات بسبب جرائم الشرف. الرئيس الأمريكي سيعلن قرارا بضم كوريا الشمالية في قائمة الإرهاب. يوم التسامح الدولي الذي صادف يوم أمس مبادرة للتذكير بقيم التعايش والوئام بين الشعوب. وفي أخبارنا المنوعة: مبيعات قياسية لألبوم المغنية تيلور سويفت الجديد.